كما قال أتوجه أيضا بالشكر الجزيل لكافة المشرفين والمشرفات، وأشكر سي أستاذ علي الماهي لأن بالفعل كان عنده إكراهات من اتصلنا به، رغم هذيك الإكراهات يعني بغى يجي معنا يعاوننا في هذه الدورة التكوينية. كما هو معلوم كتعرفوا كاملين أن آفة الأمية واحد الآفة اجتماعية خطيرة تبطل مقومات التنمية وتتعثر أمامها طموحاتنا كأفراد وجماعات. الأمية تؤثر على الأمي والمتعلم، إذن إسقاط هذه الظاهرة وسط مجتمعنا أصبح ضرورة ملحة، وهذا الدور اللي كيقوم به المؤطر إلى جانب المشرف إلى جانب الجمعية واحد دور إنساني ودور تنموي أكثر ما هو تعويض إلى غير ذلك. حنا كنعرفوا البرنامج، كنعرفوا قيمة البرنامج، وكنعرفوا أن التنمية الغاية والهدف من التنمية هو الإنسان، وبالتالي نحن في هذه الحالة نستثمر في الإنسان عن طريق اجتثاث هذه الآفاق وسط مجتمعنا. البرنامج راه عندكم، ونتمناو دوزوا معنا يعني واحد الدورة تكوينية اللي غتكون فيها إفادة، والهدف اللي وضعناه حنايا بالنسبة لنا ثلاث دورة تكوينية هو تمكين المؤطر من قدرات من طرائق من رصيد وظيفي باش يقدر يتعامل مع الكبار في اقسام تاع الاميه. ما غاديش نطول عليكم، سنه سعيده وان شاء الله العام 2012 تدخل بالافراح ان شاء الله في الجميع، وشكرا ان شاء الله.